في رأيك أفضل تشكيل في تاريخ منتخب مصر؟ لو أنت راجل يعني أنت راجل عاصرت أجيال مختلفة، طبعا مش عايز أكبرك أنا كبير، لا أنا 58 سنة لا خلاص. ربنا يديك الصحة. اكتب لي كده أفضل تشكيل في رأيك كابتن أحمد سليمان. عايزه أحطه يعني باليد؟ هتكتب كده الحراس حارس المرمى اكتب باليد؟ بالأسود؟ هو مفيش إلا أسود. أنتوا بتوقفوا ناس مش كده؟ لا كنا بنعمل البورد كده بس ساعات بنكتبها كده. احنا دلوقتي الكاميرا هتبقى فوقيك الناس اللي دلوقتي هتشوف كده يعني؟ بكتب يعني الكاميرا ايه شايفها يا كابتن؟ حضري افضل حارس مرمى في تاريخ مصر. مفيش ناس بتختلف كتير يعني في القصه. لا لا بالنتائج لا، في فنيان في حراس المرمى اعلى منه، لكن الحضري مين اعلى منه؟ كرامي. كابتن كرامي كان حارس مرمى في تاريخ مصر بجد؟ كرامي فنيا، لكن الحضري امكانيات فنيه وبطولات وده اللي يهمني يعني. باك رايت كابتن احمد فتحي ربنا يديله الصحه. كابتن احمد مصطفى. كابتن احمد مصطفى ربنا يديله الصحه. فريجيدير، فريجيدير الكره المصريه. وائل جمعه. باك ليفت. باك ليفت محتاجه تفكير دي. لا احمد رمزي لا كاس عالم ماشي. نص ملعب. نص ملعب مين بقى؟ طبعا حبيبي ده طارق حامد. كابتن طبعا احمد سليمان كان واحد من الناس الاسباب الرئيسيه لانضمام طارق حامد لنادي الزمالك. ربنا يديله الصحه وكان مكسب كبير طبعا. لعيب راجل اول راجل. طب حط بقى حد كده الاول وبعد كده فكر في الديفندر. كابتن حسن شحاتة طبعا. ممكن تلعب بتفندر واحد مش مشكلة. احمد حسن هتبسط قوي. حبيبي حبيبي معايا كل يوم، لو ما كتبتوش هتفضحني. لا هو يستحق طبعا كابتن احمد. كابتن محمود الخطيب. كابتن حسام حسن. ناقص واحد. واحد ممكن يبقى برضه يعني تحت الراس حرب. الله يرحمه كابتن طه بصري. الله يرحمه. شفت كابتن طه بصري؟ طبعا لحقت يعني؟ طبعا استاذ كان لعيب كبير. كان لعيب كبير جدا. اقول لك احسن نص ملعب شفته في تاريخ حياتي حسن شحاته طه بصري فاروق جعفر. ثلاثة جامدين وثلاثة مختلفين على فكرة. ايه؟ ثلاثة مختلفين. بس ثلاثة كانوا تقال جدا يعني. ف برضه في ناس بيعمل حد باحتياطي برضه في ناس في دماغي. لا ما كل الناس يعني في دماغي بريم يوسف المساكين طبعا الله يرحمه كان لعيب عظيم. كابتن احمد بتمنى لك التوفيق. ده انا بتفق لي جدا.